وعلى حسن ظنك أعنا، أكرمنا ولا تهنا، آمين يا الله. من شر خلقك سلمنا، آمين. كن معنا ولا تكن علينا، آمين يا الله. اللهم طهر قلوبنا، آمين. وطهر أبداننا، آمين. واجعل ألسنتنا عابرة، آمين يا الله. بذكرك وشكرك، آمين. اللهم بارك في ذرياتنا، آمين يا الله. اللهم بارك في ذرياتنا، آمين يا الله. وارحم آباءنا وأمهاتنا، آمين يا الله. واشفي آباءنا وأمهاتنا، آمين. وبارك في أعمارهم وأعمالهم، آمين. وأولادهم وجيرانهم وعلومهم، آمين. اللهم اجمعنا على كلمة التقوى، آمين. وفرقنا على كلمة التقوى، واجعلنا من أهل الرضا والرضوى، ولا تجعلنا من أهل السوء بالنجوى. اللهم إنا دعوناك فاستجب، وأنت الكريم. اللهم أنت عفو كريم حليم، فاعف عنا وعن آبائنا. اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي أمراضنا وأمراض قلوبنا وأمراض التي في ديننا، واجعلنا لك أصحاء أتقياء مسلمين مؤمنين موحدين. اللهم يا ربنا ارزقنا حج بيتك الحرام مرارا وتكرارا، وارزقنا عمارته وسفارته، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم شفع فينا خير النبيين، وأسقنا من يديه الكريمة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بلغنا رمضان واقبله مننا، واجعل لنا في أيام دهرك نفحات تقبلها منا. اللهم وقد دعوناك ورجوناك وأنت الكريم، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرته في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب غمومنا، وجلاء همومنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، وقرارنا، وزوارنا، أبدا ما أحييتنا. وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارفعنا به عندك الدرجات العلى، يا ذا الأسماء الحسنى، يا ذا العزة والجبروت، يا حيا لا يموت، كل شيء يموت، وأنت باق لا تموت، حي قيوم، أول آخر ظاهر باطن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونعوذ بك من النار، ونسألك الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا ومن له فضل علينا. اللهم اجعلنا من الأتقياء الأولياء، اجعلنا على صراطك المستقيم، اجعلنا على صراطك المستقيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. واغفر لأبي وأمي وآبائي وأمهات المسلمين، وارحمنا يا رحيم بفضلك. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على أحمد الصادق الأمين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. شكرا على دعائكم يا شيخ.